كبير قوي لغويا بين الغاء وبين تأثر، فرق كبير. انا اللي بدي الغي. ما حدا تأثر ولا ما حدا تأثر من بيناتهم، بس انا هيك يعني لحتى اجرب عن جد انه اكون عادلة. اول شيء ما حدا تأثر من كلهم، بس انا صوت سميرة سعيد بحبه كتير. يبقى برضو حلغي نجوى كرم. اذا سميرة سعيد لم تتأثر نجوميتها وجماهيريتها بالجيل الجديد، انا بالنسبه لي طالما انك بتلغي وبتسيبي سميره سعيد انا بحللها كده ضد ومع. مريم فارس ضد او مع تحديد جنس الطفل قبل الولاده، جنس الجنين؟ ليش لا؟ مع. مع. تحبي يكون عندك ولد ولا بنت؟ الاثنين، بس اول شيء بنت. بنت. ضد او مع الشاب اللي بيحط حلق في ودنه؟ مع. هيدا رايه، اشتغل بحياته. ضد او مع الزواج من رجل يكبرك في العمر ب 15 سنه؟ 15 انه اذا كان في حب ايه. مع. اذا كانت البنت ناضجه وعارفه حالها شو بدها ايه. مع. مع. انت بتحاولي تعدلي بسرعه بين الابيض واسود. ايه او ليك مش كده. ضد او مع مبدا الغايه تبرر الوسيله؟ ضد. ضد. مريم فارس سوادك اكثر من بياضك بكثير، ودايما عندي كلمه بقولها، مش دايما الابيض ابيض عند كل الناس ومش دايما الاسود اسود عند كل الناس، الموضوع نسبي. يعني انت حطيت لك ابيض ان الشاب يحط حلقه في ودنه، او ان عدم سجن المثليين عند ناس كتير ممكن الابيض ده يبقى أكيد. اسود. مريم فارس ومعادله الفشل والنجاح في السينما في اخر جزء من بدون رقابه بعد هذا الفصل الاعلاني. مريم فارس نقطة بداية، صاحب بالين كذاب. سوري؟ صاحب بالين كذاب. بالين؟ يعني الـ الإنسان اللي دماغه في أكتر من حاجة كذاب. بالين. صاحب بالين كذاب. ما بحب العالم اللي عندهم بالين. ما بحب العالم المودي حتى. بس انا اقصد بين صاحب بالين كذاب، يعني احنا في مصر بنقول صاحب بالين كذاب، صاحب ثلاثه منافق، بمعنى ان الواحد مثلا لو انت شاطره في الغنى رايحه تمثلي ليه؟ مش مش هتنجحي في التمثيل كده، تبقي صاحبه بالين. فهمت عليكي. شوفي الفن فن. يعني اللي بيعشق الفن ما بيقدر يحدد. ومش غلط الفنان اذا عنده موهبة التمثيل يمثل. أنا رفضت كتير عروض ورفضت كل العروض. والمصريين يلي بموت فيهم، هن بيعرفوا قديش بحبهم، شافوا أنه أنا رفضت كل العروض من كل شركة الإنتاج. لأنه ما كنت عارفة إذا عبالي مثل ولا لا، مع أنه هن اللي لفتوا لي نظري على التمثيل، وهن صرت أقول التمسك في ليش هالقد هالإصرار أنه بدنا مريم تمثل من قبل كل شركة الإنتاج بمصر. وهالأفرز يلي عم تجيني، يلي أنه نقي المخرج اللي بدك إياه، سيناريست اللي بدك إياه، سيناريو اللي بدك إياه، الأبطال اللي بدك إياه، ونحط المبلغ اللي بدك إياه، بس مثلي. قلت أنا لا، عندي شيء. يبقى اوفي عند الحتة دي. تفضلوا. ما سمعتوا الجنرال أبو شريطة شو قال؟ قال كل واحد على شغله. يلا قلم له، قلم قلم. لحظة، لوين جاي؟ ممنوع. اتركوه. معلش. ترلر ترلر. يلا قلم له، قلم. تعال تعال يا بنتي. شو بده الملك مني؟ فيلم سيلينا
اللي انت رفضتي كل العروض، قلتي اللي جاتلك من بلد السينما، من ام الدنيا مصر، لاي حد يتمنى يمثل في السينما المصريه، وبالشروط بتقولي بيقولولك حطي المخرج، حطي الرقم، حطي اختاري السيناريو واختاري الابطال، ومش اي حد بيختار ابطال في مصر. ندمتي من بعد فيلم سيلينا انك ضيعتي عليكي فرص مصر؟ لا انا ما ضيعت علي فرص مصر وما ندمت لابد اندم. نجحتي ام فشلتي من وجهه نظرك في هذا الفيلم؟ مش بس بوجهه نظري، بوجهه نظر كل النقاد. وما فيك تقولي لي هلا اذا يعني لقيت حدا كتب او حكي مش منيح نكشتيه من سابع ارض هيدا الانسان، لانه انتبهي نحن مش عم نحكي كنجاح فيلم. يعني انا ماني عم بعمل فيلم جماهيري هون. نجحتي كممثله في نجحت هذا الفيلم؟ انا مريم اكيد نجحتي ب شهاده كبار الممثلين والنقاد واهمهم اكيد نكشتي لي حدا من تحت الارض. انا مؤكد، ما انا هنا الشر، انا هنا بامثل الشر الناحيه السوداء. يلا اوكي مش مشكله. بس انطوان كرباج الفنان القدير قريت له من اسبوعين تحديدا، نقيب الممثلين في لبنان هنا بيوجه صفعه للفنانه مريم فارس. مضمون اللي أنا قريته بيقول أنطوان كرباج الذي كان أحد أبطال فيلم سيلينا مؤخرا بأن مستوى فيلم سيلينا أو هالة والملك كان أدنى بكثير من مستوى المسرحية التي قدمها الرحابنة، وأعترف بأنه دعسة ناقصة في مسيرتي الفنية، وأنه كان خايف من العمل ده من البداية، وأنه عبر للرحابنة عن رأيه بس هم ما سمعوهوش. كتار اعتبروا ان الكلام مقصود بيه مريم فارس، ان مريم فارس ما كانتش قد الحمل. مريم فارس انها تأدي دور فيروز. ايه وجهات الشبه ما بين شو فيروز؟ شو هالحكي هيدا؟ لا اكيد انا هلا متاكده اذا هلا بتتصلي باستاذ انطوان كرباج بيعطيكي رايه فيي المجرد. استاذ انطوان كرباج كان من اكثر الاشخاص يلي دعمتني وشجعتني وتعرفت عليه انا بالتصوير صراحه. قلت له انا كنت احلم شوفك انا هلا عم مثل معك بوجهك. شجعني كثير وعن جد وقف حدي وقفه كثير حلوه وانصفني. هلا انا بحترم، هلا اول شيء صراحه بطلت صدق شيء بقري الا ما شيء انا اشوفه واسمعه. لانه انا بقولوني حكي ما بكون قايلته، بس اذا في حال كان قاله انا اكيد بدي احترم رايه. يمكن هو بنظره انه ما حب الفيلم قد ما حب المسرحيه اللي عملها من 40 سنه، وهيدا الشيء يمكن انا اذا كنت مطرحه كمان كنت حسيت نفس الشيء. اذا عملت شغله بسباي ورجعت عملتها بعدين، لا بضلني بدي امسك باللي عملته اول يعني شيء. يعني مش السبب انه هناك كانت فانوز وهنا مريم لا فارس؟ لا اكيد لا اكيد لا. لا لا يا بلالا انا اسمي هالة وجاي على المديني بعوجه الزيني والزيني باعت حالة. أنا اسمي هالة وجاي على المدينة بعوجه الزينة والزينة باعت حالة. يا بلالا أنا اسمي هالة جاي على المدينة بعوجه الزينة والزينة باعت حالة. لا يا بلالا أنا اسمي مريم جريئة جريئة، جاتلك جرأة يعني بينك وبين نفسك ما قلقتيش؟ يعني ده أنا جاية مش بس بمثل دور فيروز وبغني الأغاني اللي غنتها فيروز. أنا رعبت، أنا مش قلقت، أنا رعبت. وما كان بدي مثل فيه وما صدقت الخبرية أساساً.